هاي اغصان ميتة يا اخوان شايفين، وعلى ارض طبعا، وموجود على ارض بس على الارض مرطب، هذا لانه معلق بين الارض وبين الشجر بس ميت يعني شايف. هاي هذا ناشف ومرتب احسن من اللي على الارض زي ما بقول لك. شوف سبحان الله، شوف الروض اللي جمعتهم قبل شوية، شوف شلون لونهن احمر، وهذولا يعني شكل ثاني على رمادي جاي. مدري اذا مبين عندك، هسه بقرب لك الصوره او اني بقرب عليك لاني بدي اروح اعمل بريك شاي اصلا، بدي اخذ منهم. هذول اتوقع انهن يعني من شجر الخوخ، شجر ال شغلات زي هيك يعني، الخوخاخيات، الخوخ وتوابعه. شوف شلون على احمر، وروح نساوي بريك شاي هسه. ما في شيء مرحمين، هذا خشب لايق، جربته انا، ناره كويسه ولهبته ولايقه، ولما يكون ناشف انسى بجنن. هسه بتشوف حطن هون، نجيب بريق الشاي. هسه يا ابو احمد بده تكتك الامور، وعمر لا حدا حوش خشب كثير الحمد لله، والمي والسكر والشاي موجود، والكيف بده تعديل بنعدله، الكيف بده تعديل بعدله، لانه في ناس كثير بتخرب لك كيفك وبتعكر لك مزاجك، كثير اكثر منهم ما في. اصبر علي دقيقة وشوف النارات شلون تنطلع. خليها تولع على راحتها، بدي راح اجيب كاس الشاي، نسيت ما اجيبه. كل هالسلافة مشان اروق بالي. روقان البال مش اشي سهل بتحصل عليه بسرعة، روقان البال مش اشي سهل بتحصل عليه بسرعة. بدك تزبط امورك وتكتك امورك يعني وتشوف شو اللي انت بناسبك. انا بناسبني توليعة النار وبريق الشاي، انت حر، الواحد حر. خلاص هذي ما بديش اسولف، بدي استنى بريق الشاي يغلي واشرب لي كاسة شاي على رواقة. أنا هيك عقلي، هيك اليوم هيك، أنا ما بدي أسولف ولا بدي أعطي نصايح ولا بدي أسولف بقضايا ولا بدي أسولف بالصحة ولا بدي أسولف بالشعر ولا بدي ألقي قصيدة ولا بدي أسمع قصيدة. بدي أقعد لحالي ومخبخ على كاسة الشاي وعامل صينية دجاج وبطاطا بالفرن، أنا عملتهن، بدي أشمطهن وأقعد وأنبسط، بديش أسولف، ما بديش اساوي شيء. خلاص اي فكني يا زلمه، شو السلافه يعني. مرات سبحان الله، مرات انت بتكون قصدك بشغله اشي معين وبتنفهم على اشي ثاني، هون مشكله بدك توضح انت. بس انا ما بدي اوضح هالسيئات ولا بدي اسولف ولا اشي. وضعك لوز، واحسن من اللوز هذا، احسن من اللوز والله، مشن كويس، لايقه ما خيب ظني، والله خفل النار، قبت ايه، مليحه. رويي بدي اروح اكل انا، يلا نستسمحكم، السلام عليكم ورحمه الله. بدناش نطلع لا كاسه شاي ولا بدنا نطلع شو بدنا ناكل ولا اشي، بس قلنا لكم النار هاي لايقه ومرتبه وانتم مرتبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.